سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. شتي تعاودوا صحه على لاباس ونبداو الفيديو ديالنا بصلاه على نبينا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كي دايرين؟ اش اخباركم؟ يا ربي تكونوا باسم الصحه. اول حاجه تنبغي نشكركم بزاف 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 على الدعوات ديالكم، على الميساجات ديالكم، على الحب ديالكم ليا. والحمد لله الحمد لله العائله ديالنا غادي تكبر، وصلنا 500 كا. هذا بالفضل الله وبالفضل ديالكم وبالفضل البارطاج الفيديو ديالي والكومونتيرات ديالكم، يعني والله العظيم لله شكرا لكم بزاف. يعني دخل عرفتي هاد الايامات كنت غير انا وكريم، ولكن نتوما ملي رجعت هضرت معكم وبارطاجيتو دخلتوا عليا واحد الفرحه، دخلتوا عليا واحد الفرحه واحد الفرخه. انا شوفوا انا في الكلمات راكم عارفين اللي دابا معايا نقطه بحال الفرحه بحال الفرخه. دابا راكم معايا 3 سنين، راكم عارفين الى والهضره. الحمد لله والشكر لله. يعني دخل واخا كنت اليومين عيانه تمشيت عند الطبيب شويه راكم عارفين، ولكن الحمد لله. كما كتشوفوا الفيديو البنات، حفتش من حطيت لكم اخر فيديو جاني تساؤلات إلها واش درتي شي العشوب، درتي شي وصفه، درتي شي غير عطر تبعتي عادي، واش درتي الحق المجاري ولا حق اصطناعي؟ واليوم غنجي غنجاوبكم ان شاء الله، لان البنات درت الحق المجاري مع تفكير عميق. واخا كريم رافض الفكره ولكن بقيت عليكم. عارفين حنا العيالات في الصيف كامل، شي من الصيف وانا تنبحت وانا تنقلب، والحمد لله الحمد لله طحت في هذا البروفيسور اللي كافو، بروفيسور اللي زوين بزاف، يعني لا من المختبر لا من المعامله لا من كل شيء لا من خدمته، ولكن تبقى الفضل كامل هو الله. راه ماشي كل شيء حاجه مكتبه لك، راه مكتبك تدير حتى السبب وكمال على الله. هذا الشيء اللي كاين صافي. مني قلبت حاول، شوفوا البنات نبغي نقول لكم واحد الحاجه، قلبوا على المختبر اللي مزيان، قلبوا على البروفيسور اللي زوين. شوفي وما تبقاش ديوها على الهضره، الهضره ديال هكا وهكا، شوفوا اللي غينفع، شوفوا اللي غينفعكم واللي ماشي غينفع، يعني غتلقاو عليه نتيجه، ولكن هذاك الشيء راه الكمال لله راكم عارفين. ولكن الطبيب زوين، يعني خدمته زوينه. انا نهار مشيت عنده البنات، انا كنت نمشي عنده تيدوز ليا، ما نكذبش عليكم، ما تنسولو ما تندخل معاه في لي ديتاي. هذه نصيحه مني كاختكم، ملي تشوف واحد الطبيب خليه يدير خدمته، راه هو عارف يدير خدمته. شوفوا البنات، انا هذا راه ماشي اشهار ولا شي حاجه، انا صورت مع مني قلت للبروفيسور تقرب مسالي، قلت للبروفيسور واش نصور؟ قال لي مرحبا، قلت له عندي المتتبعات باش نبارطاجي معاهم باش حتى هما ياخذوا واحد الفكره. هذا الشيء اللي كاين البنات، ونحاول نعطيكم ماكسيموم كل شيء ان شاء الله. لا بغيتوا الفيديوهات اللي ديجا مصوره، نهار الترجيع، نهار وتبغوا الثمن، تبغوا كل شيء، غير قولوا لي دابا في الكومونتير نحط لكم ديطاي الدواء اللي خديت، لقيته معاش، وهذه كل شيء مبارطاج. غير قولوا لي ممكن انا على الراس والعين، انا غير ما تنبغيش نكتب يوميا الفيديوهات، شويه نكون مزيانه راه تنصور لكم. شو دابا راه شوفوا عليا راه في العيا، ولكن الحمد لله. هانتوما البنات راهني صورت لكم مع الطبيب، وغنخلي لكم في صندوق الوصف اول تعليق، غنخلي لكم النمره ديال الطبيب، غنخلي لكم باج انستغرام ديالهم، الباج ديال يعني ديال الكلينيك، غنخلي لكم كل شيء. والله يسر لكم، والله يرزق كل وحده الدريه الصالحه، والله يعاونكم، والله يعطيكم مناوين في خاطركم. قد ما تسويو لي الخير راه تنبغي لكم ثاني الخير. راه الدعوات ديالكم راه فوق الراس، عرفتي شحال من دعوه دعيتو معايا، راه بزاف. وداك الحب اللي عطيتوني راه بزاف، راه تنقول الكريم والله حبكم كبير وحق الله. راه مدرك راه قلت لكم اللي سونسيبل. ولكن هادشي اللي كاين، يلاه باش بلا ما نطول عليكم المقدمه، خليكم مع الفيديو وعافاكم. دخلوا الاول سيروا اول تعليق باش تلقاو النمره، ودخلوا انا نخلي لكم حتى الانستغرام ديالي باش اللي ما عرفتش النمره ولا ما عرفتش شي حاجه غنخليها لكم في الانستغرام. حتى الانستغرام غنخلي لكم الباج ديال الطبيب، وغنخلي لكم نمرتو، واللي بغات تسولني انا خليت هذا الفيديو باش نديرو سبيسيال غير الطبيب وسبيسيال غير التساؤلات ديالكم. الله يسهل عليكم يا ربي وخليكم مع الفيديو. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up.
غنطلعوا دابا راه هو جو في سيزيام ايطاج ياك كريم. السيلة غنطلع ان شاء الله والله يدير لي فيها الخير. كريم راه عيان في سخانة تمحن بزاف، حنا باقي تنتسناو باش ندخلو للطبيب. تمحنت ياك عطيك شوية تكون فيك ديك ماكارون ميكرون. خاصني نجيب لك التيست اخويا ياك. الله يشافيك. عرفتوا علاش مثلا ما دخلنا للطبيب؟ راه تا دخلنا ورجعنا خرجنا، حقاش الطبيب دير انترفيو مع ميدي هانتوما اللي تسمعوا دابا راه هو اللي تيهضر دابا. انا غنخرج غندوز هكا وغنشدوا لكم التلفازه. دير لقاء مع ميدي ا. النجاح ديالها تقريبا بين 10 حتى 15 او 17%، ماشي نسبة كثيرة. وبالنسبة للطب المساعد السلام عليكم. اولا تنشكر الهام الزوج ديالها على هذه البادره باش يدير واحد التحسيس للازواج اللي هما كثار بزاف في المغرب ولا خارج المغرب اللي تيعانيو من هذا المشكل ديال ضعف الانجاب. مع الاسف الارقام شي شويه مهوله، لان احنا انا كرئيس الجمعيه المغربيه لطب الانجاب درنا واحد لانكيت ناسيونال في 2015 اللي عطاتنا ارقام شي شويه كتخوف، اللي تقول بان 12% ديال الازواج في المغرب تيعانيو من مشكل ديال الانجاب. هذا اذا بغينا نردو ارقام بلو بالبابل. اليوم اكثر من 1,750,000 مغربي ومغربيه تيعانيو من ضعف الانجاب. هذا ماشي سهل، سورتو كو في البلاد ديالنا كاين شويه ديال الضغط الاجتماعي. واللي لاحظنا وهو في هاد لانكيت واللي كنلاحظوا في التجربه ديالنا بصفه عامه، وهو هاد الازواج كيعانيو اولا من الضغط المجتمعي. كيقدر كاع يقدر الله في كثير من الحالات كيقدر يفرق بين الزوجين، انه هو كاين مشكل كبير ديال الطلاق. اكثر من 40% ديال هاد الازواج اللي كنسالوهم تيقولوا لك بان مومون داك الضغط تيكون تيلمون قوي كو تيفكروا انهم لا قدر الله كاع يتفرقوا. بغض النظر على المشاكل النفسانيه والاكتئابات اللي كيعيشوهم، وحنا المجتمع ديالنا ملي كيكون الزواج من النهار الثاني ديال الزواج يبداو يسولوا الام والاب والاخ والخاله واتسيتيرا فوقاش واش كاين شي حمل، واش كاين شي بيبي، واش كاين دونك هذا تيخلي ان هذا ربما هذا المشكل. سي فري كو ملي كنسمعوا مرض السرطان تنقولوا كاينه لو ريسك فيتال اتسيتيرا، سي ان فيت. مي حتى الاعتناء بهذا المشكل وهذا المرض، لان المنظمه العالميه للصحه راه معترفه به كمرض، والمرض مهما هو لا حرام ولا كيك شوز دو تابو، بالعكس هادشي ديال الله سبحانه وتعالى. واكثر من هذا الحمد لله اليوم العلاجات ديالو تطورت. هذا علاش بغينا نوصلو الرسالة اليوم. الحمد لله سنة عن بعد سنة النتائج ديال هاد طرق العلاج كتطور. أولا ملي كنسمعوا طرق العلاج اليوم، بعض المرات كتكون طرق العلاج بسيطة كمثلا أدوية، كمثلا تنقدروا نلقاو شي كرة ولا شي بوليب شي شلية جديدة في قلب الوالدة، تنقدروا نلقاو مثلا شي قرن مسدود كنقدروا نحلوه وبطرق ماشي انفازيف. سيتادير اليوم كاين طرق ديال العلاج بالجراحة بالمنظار، تنقدروا نديروا السيريوسكوبي كتدخل المرأة النهار اليوم وتقدر تخرج لها غدا، ويقدر يكون حمل في الشهر اللي من بعد. كاين بيان سور دي فوا جوست ان تي تريتمون انتيبيوتيك الا كان لقينا التهاب ولا شي حاجه في العنق الرحيم او في داك السيلان اللي تيكون عند الرجل تيقدر ياثر على الخصوبه وتيقدر يتعالج يقدر يكون حمل. بيان سور هادو طرق لاغلب الحالات كنقدروا نوصلوا فيها النتيجه.
وكاين بيان سور طرق اخرى الحمد لله اللي تتسمى دي ميثود الترناتيف، وهو ملي الزوجين ما تيقدروش يوصلوا للحاله ديال الحمل دايرها بطريقه تلقائيه، سيتادير اما بالدواء غير بلي رابور او لا بلي رابور بروغرامي ايتترا. هنا تنقدروا نلتجؤوا للطرق ديال الاعانه الطبيه للانجاب. الطرق بصفه عامه كاين جوج كبار، مثلا نقدروا نقولوا كاين ثلاثه ولكن باش ما نكثروش على الناس كاين جوج. كاين تلقيح صغير اللي تيسميوه تلقيح اصطناعي، وهو لانسيميناسيون ارتيفيسيال. الهدف هو نقربوا الحيوانات المنويه اقرب ما ممكن من البويضات في الوقت ديال التفجير ديالها، ملي كتكون تفجير الاباضه التفجير ديال الاباضه اللي كتسمى لانسيميناسيون ارتيفيسيال. حتى هي الطريقه ماشي صعيبه بزاف، المراه كتاخذ مثلا ادويه كحقن في اغلب الاحيان وتنشوفها واحد المره ولا جوج ديال المرات، وملي توصلوا البويضات بويضه او جوج الحجم اللي تنقولوا بانه وصلوا للنضج ديالهم، تاخذ واحد من الابرات التفجيريه وتجي هي وراجلها 36 ساعه للمراكز بحال المركز ديالنا مصحة النساء ولا المركز الافريقي للانجاب. الراجل تيعطي السيلان المنوي ديالو، تيتم اخذ هير فرز هير الحيوانات المنويه اللي كتكون الحيويه ديالها مزيانه وما تتكونش فيها تشوهات، دونك هذا تيخلي ان سا اوغمونت لي شونس دو بروسيس يزيدوا حدود الحمل. حنا الحمد لله هنا في مركز افريقي للانجاب اللي عاد حلينا هذه واحد 4 شهور، كنا في مركز انفا عندنا نسبه النجاح تتوصل حتى 22%. ربما الناس غيقولوا كيفاش 22% صافي، ولكن بالنسبه للمغرب ماشي حاجه. لا ماشي غير بالنسبه للمغرب، بالنسبه للعالم هذا، لان حنا الحمد لله اليوم المغرب خصنا نتنو سو سيتو بارابور من كوجن اون سو سيتو ديما بالنسبه للبلدان القلال. هادشي اللي تنقول لك ارقام الحمد لله، الحمد لله مركز سيرتيفي والارقام اللي كنعطيو هما دي شيفر سيرتيفي، سيتادير كاين واحد الاورغانيزم اللي كيقي سيرتيفي لنا ليه، وحنا المركز الوحيد في المغرب او ربما في افريقيا كامله اللي كتعطي ارقام سيرتيفي. حنا تنحبدو ان وزاره الصحه تعطي الارقام هي براسها تاخذ دي ريجستر وتا نوصلوا له ان شاء الله. علاش؟ باش الناس يعرفوا لان مهم اخذ القرار، لان الزوج غالبا حين تيدخلوا الانترنت وتيبقاو يقلبوا وكاين شويه ديال الزياده فيه وكاين شويه ديال الى غير ذلك. حنا باش نهضروا بصفه، لان هذا الواحد خصو يوصل واحد الميساج. الاهم هو الواحد يختار البلاصه فين خصو يمشي. انا ما تنقولكمش ان حنا مزيانين ولا واحد اخرين قباح ولا، ولكن مهم، ولكن ماشي بلي تيموانياج ديال غير، لان الناس كيف ما تنقولوا نخليوها حتى ان ديسكسيون تلقائيه احسن. تيدخلوا مثلا لي بلوغ، دوك لي بلوغ كاين بوكو دو سنسيبيليتي وكاين بوكو دو سوسيبتيبيليتي. مثلا لقات الطبيب داك الصباح شي شويه معصب ولا قدر الله ولا شي، تقول لا داك الطبيب راه ما مزيانش. كيفاش ما مزيانش؟ ولا راه داك الطبيب ظريف حيت فيه الهضره وفيه الغو الضحك وإتسيتيرا. انا ما كتعجبنيش اللي تيبقى يهضر واخا كلمه صافي جوج، راه دكتور هذاك عارف الحاله ديالك بقى لا والو صافي تيقولوا الكفاءه ديالك فوالا. تيمشي خص الطبيب يمشي حتى المركز، لان الطبيب راه ما تيخدمش بوحدو. هذا من الحالات النادره في الطب اللي كاين طاقم طبي، طاقم انفيرميي، طاقم احيائيين، طاقم مختبر واش مختبر لانه متمكن ولا ما متمكنش. باش نعطيكم نصيحه، الواحد يشوف النتائج ديال المختبر واش، وهادشي عندنا حنا ارقام. مثلا الا بدينا وكانوا عندنا 4 ديال الاجنه الجوده ديالهم مزيانه، شحال كنوصلوا النهار الخامس؟ الا قال لك يلا تيكون عنده واحد، راه صافي ديك التكنيك دو كولتور ما مزيانينش. الا كان عنده جوج او ما اكثر، صافي ديك لي تكنيك دو كولتور ديال المختبر مزيان. هادو كلهم ارقام، ولكن مالوغوزمون ما كاينش لا فورماسيون، ما كيوصلوش الارشادات كيف ما يبقى غير داكشي سوبجيكتيف. هضرنا على التلقيح الاصطناعي، كيبقى الحقل المجهري او لا التقنيه ديال فيكونداسيون ان فيترو كلاسيك. حيت كاين تما، يعني كاين جوج ديال الحالات، كاين اما لا فيكونداسيون ان فيترو كلاسيك او لا الاكسي اللي هو الحقن المجهري. المجهري ان تنخدموا بواحد الميكرو انجيكتور. شنو هو بصفه عامه باش ما نكتبش الناس يفهموا؟ لو بروسيس حتى هو اي لو ميم. المراه كتاخذ مثلا تتبدا النهار الثاني ديال الدوره الشهريه، حتى المسطره اليوم اصبحت مبسطه. قبل كنا تنخدموا بواحد البروتوكول لون، كتبدا المراه بالنهار 20 ولا 21 ديال الدوره الشهريه اللي قبل، كدير اباري. مازالين تنعطيو هذه البروتوكول في حالات نادره، مثلا ملي كتكون لوندوميتريوز مثلا البطانه المهاجره والمراه عندها الرصيد ديال البويضات مزيان، في هذه الحالات
ستادير لي زانديكاسيون ديال هاد البروتوكول لون اللي كان شويه طويل وشويه صعيب على المراه نقصوا بزاف، بحيث ان اليوم اكثر من 85 حتى 90% ديال الحالات تتبدا المراه في النهار الثاني ديال الدوره الشهريه، وكتاخذ ليبالي ديالها كل نهار دو بريفيرونس لو سوار، وكتجي النهار الثاني وكتجي من بعد النهار السادس ديال الدوره الشهريه باش كتراقب التجاوب مع البويضات، وتما تندخل واحد ليبره وحده اخرى باش ما تتخليش ان التفجير يكون تلقائي، لان الا خلينا الدواء واحد المره هذاك سي بور كونترولي لوفيولاسيون. بصفه عامه 8 ايام حتى 10 ايام ديال الاباري المراه في ذاك الحالات تكون شي شويه متوتره، سي نورمال، لان تقول انا بديت باش يكون عندي حمل هادشي تنعيشوه مع النساء، وحنا تنحاولو نبسطو باش ما يكونش داك التوتر. سيتادير ك اولا ما خصهاش تلفخس، الدواء ديالها يكون مفهوم بزاف، وربما شفتي كيفاش العلاج كيفسروا كاين لي زانفيرمير باش ما يكون اي غلط بالوقت وكلشي بالوقت وكيفاش دير وها فين توصل مثلا ليبره اكسيسوار. هذا سي كيك شوز امبورطون، الحمد لله ان الطاقم عنده اكثر من 15 عام ديال الخبره، تبارك الله عليهم كلشي، زعما ماشي تنقول لك هادشي الحمد لله، لا لا شفت هذا تبارك الله عليهم، لان الفيدباك هي تري بوزيتيف ومتمكنين والحمد لله. بون حنا دي فرا دي تجيت شفتي راه يقدروا يكونوا 10 12 ديال الازواج باش ما نعطلوهمش، تنعطيوهم لي زانفورماسيون المهمين، راه شحال عندك ديال البويضات من دابا يومين ترجع ايتترا، ولكن هما عارفين داكشي اللي خصني انا نوصلو تيقدروا يوصلوا. علاش بوغ لا سي ليفيسيونس، لان ما يمكنناش نبقاو كل وحده بحال ما نجلسو اربع ساعات صور، عندي 10 د الازواج خصني ندوزهم في الصباح وعندهم خدمتهم خصو يمشيو مع 8 ونص ولا 9، راه يبقى هنا حتى ل 12 ولا 12 ونص حتى هما يتقلقوا يقول خلاني نمشي بحياتي. دونك اون ميلتيبلي لو بيرسونيل كومبيتون باش يوصلوا للارشادات والمعلومات كيف ما هي، والمراه راه يمكن لها تتهضر مع 24 ساعه على 24 ساعه، الا كان اي مشكل تقدر تعيط وعندها الانفيرميير عندها الكفاءه، وملي كتكون شي حاجه كيلا ديباس ديك الساعه تتصل بالطبيب تيقول لها بالضبط شنو خصو يدير. دونك من بعد ديك 8 ايام ولا 10 ايام تنشوفوا بان البويضات هنا التجاوب مع الدواء تيختلف من مراه لاخرى. كاين النساء اللي تيكون عندهم 15 20 ديال البويضات، كل مراه كيفاش، وكاين نساء مالوغوزمون اللي تيكون عندهم شويه اقل، تيكون عندهم جوج ثلاثه اربعه ديال البويضات، حيت حنا تنعرفوا بان كل ما البويضات تيكونوا كثار كل ما شويه الحدود تيكونوا اوفر، تيكونوا اوفر، ولكن لهذا الحمد لله خص يكون المركز متمكن اللي يقدر يجيري هاد لي بروبليم اللي تيكونوا يلاه ثلاثه ولا اربعه. راه المراه ملي كتكون صغيره الحدود الحمد لله تيكونوا مزيانين، دونك باش توصل الرساله عرفتي حسيتي فيا دونك ربما باش بالعكس حنا تنهضروا بكل شفافيه. الحمد لله السن ديالك مازال صغير، سي فري كو كاين واش راه قلت لك المره الاولى قلت لك راه ربما يكون شويه التجاوب شويه ناقص، حيت كنا لقينا ما لقيناش البويضات بزاف، من الحمد لله اليوم راه كاين اربعه ديال البويضات، ما كرهناش كون لقينا 10، ولكن واخا عندي داك المخزون مزيان، المخزون مزيان، كاين النساء تيكون واخا عندهم المخزون مزيان تيكون التجاوب شويه قليل، وحنا ما عطيناش الدوز قليله، عطيناك دوز كثيره، لان في التلفازه ما عولتش انا على لايماش، لان لايماش عندك الا نقدروا نقولها مزيانه الحمد لله ديال في السن ديالك مزيانه، ولكن التلفازه مهمه هي، وفي التلفازه بانوا لي الله كاينين اربعه ديال البويضات، حيت بعض المرات كاين اكثر من 15% ديال الحالات ما تيكونش ان باراليليزم بين لايماش وبين التلفازه، لان كون كنا تنعولوا على لايماش علاش غتجي النهار الثاني ودير التلفازه؟ نقول لك صافي راه عندك لايماش طون خصك ديري طون، نو هنا تتبان التجربه، وهنا تتبان اولا ليكوغرافي، هنا تنخدموا بديزيكوغراف تخي ايفولوي باش تنعرفوا بالضبط شحال ديال الحجم ديال شحال من بويضه كاينه، ومن من من هاد لي دو تنعطيو لا دوز، لان مثلا نقدر نعطيك 150 كون نعطيك 150 تخرج لك ربما هاد البويضه وحده، راه حنا عطينا 300 يونيتي اللي هو بارمي لي دوز لي بلوز امبورطون، وعطيناك دو تيب دو برودوي، علاش باش نربحو من المزايا ديال هاد البرودوي ديال الاخر، ماشي انا باش نديرو لا بوبليسيتي ديال لي برودوي، مي هاديك لاسوسياسيون ما مديرولهاش هكاك،
ملي رحت التجربه ديالنا توضح لنا بان في هذه الحالات ملي كنعطيو واحد البرودوي فيه شويه ديال لا اي اش وتنعطيو غير لا اف اس اش بوحدو تنخلطوهم داكشي علاش الحمد لله راه ربعه سي لا ميور ريزولتا لي وان شاء الله نتمنوا على ربي خير وتبشر الناس حنا نديرو اكثر من جهدنا والكمال ديالنا كامل لله بصح ان شاء الله نحط الثقه ديال نعتقد الازواج فينا الحمد لله تنمشيو جوسكو بو والحمد لله راه عندنا ما نقولكش حنا راه في اليوم اللي حلينا الثلاث شهور الاخرى اللي حلينا المركز بجهد الله وصلنا لواحد لي طو دو غروسيس اللي هما رفع بزاف اونكور ميو كو اللي كنا في مركز انفا وباش نبشر بما الازواج وهادشي تنقول لكم امام الله نتعاقب عليه راه عندنا بين 45 حتى 50% نسبه ديال النجاح ربما يسمعوها مراكز واحد اخرين اللي بغاو يقتلونا لا تنقول لك هادشي بكل شفافيه وامام الله اليوم وغدا نتعاقبوا عليه ولو ان الحمد لله حنا تنعرفوا شنو تنقولوا نو ريزولتاسيون سيرتيفي تفاجئنا الحمد لله ان درنا دي زانفستيسمون جداد وتفاجئنا الحمد لله ان ربي عاوننا وهاد 45-50% بغي الناس يدخلوا باش يقلبوا في المراكز الكبرى في العالم الولايات المتحده واستراليا ايتترا قلال من المراكز في العالم وهذا ربما الحمد لله سيتون فيغتي بوغ لو ماروك والحمد لله اليوم في العالم راه معترفين بها كيجيونا مالوغوزمون لي فرونتيير تسدو مي تيجيونا بزاف من الناس من اوروبا ومن امريكا ومن افريقيا الحمد لله لان السمعه ديال المركز الحمد لله شاعت عالميا دونك باش نرجعو عاوتاني حنا تنديروها كدردشه باش نوصلو خلينا قلنا بان 8 ولا 10 ايام ديال العلاج من بعد تاخذ المراه واحد الاباره التفجيريه هاد الاباره التفجيريه تعطي النتيجه ديالها من بعد 36 او 37 ساعه مثلا كديرها اليوم مع 9 الليل كتجي نهار 36 ساعة من بعد في الصباح كتجي ما فطراش الراجل تيجي عادي إذا ما كانش عنده مثلا العملية ديال نمشيو نقلبوا على الحيوانات المنوية في الخصيات اللي كيتسمى وحنا كنديروها بالمجهري ما كنديروهاش بالعين المجردة بالنسبة باش الناس يعرفوا شنو هو الفرق بين الميكروتيزي ولا بيوبسي تيستيكولير كلاسيك اليوم الدكتور جوجل راه كيجاوب على كل شيء باش يعرف شنو هو الفرق يعني حتى بعض الناس كيمشيو مثلا شفنا بعض الناس كيمشيو يديروا داك اللي كيكون عندهم لازوسبيرمي او لا ما كيلقاوش الحيوانات المنويه في الخصيه كاين كيديروا في العياده ديالو الطبيب هذا راه ماشي مابقاش معقول وحنا خصنا نحاربوا هادشي انا كطبيب كرئيس جمعيه طبيه خصني نحارب هادشي اليوم كاين الواحد يمشي للمركز ديال الانجاب والاحسن انه يمشي للمركز الانجاب اللي فيه المجهر ماشي العين المجرده وهادشي حنا بدلنا من هذه 3 سنين ونص باش بدينا لا ميكروتيزي نقدر نقول لك ان اون دوبلي لي شانس ديال باش نلقاو الحيوانات المنويه اليوم وصلنا لاكثر من 75% ديال الحالات معلم ان غالب الحالات اللي كتجينا زازوسبيرمي نون اوبستركتيف سي تادير مشكل من الخصيات اللي هي اصعب مي بون هذه هي باش تنحاولوا نوصلوا للرسائل للازواج دونك من بعد 36 ساعه تدخل المراه اجا تدخل البلوك لقاعه العمليات هي ماشي عمليه في حد ذاتها ولكن تدار في نطاق اسيبتيك وتيتم واحد التنويم ديال المراه سيداسيون ماشي تخدير في حد ذاته اللي كيخليها انها تقدر تخرج ساعتين ولا ثلاثه د السوايع من بعد وتيتم استخراج البويضات بفحص الصدى واحد الابره هو عمليه غير مؤلمه في غالب الاحيان 99% من غير المراه اللي كيكون عندها مثلا البويضات بزاف تنجبدهم تنلقى تقدر يكون عندها شويه الالم سي نورمال ان البويضات تكون غلاط ومن بعد الرجل تيعطي ايضا السيلان المنوي ديالو وتيتم التخصيب داك التخصيب تيتم بجوج طريقات اما فيكونداسيون ان فيترو كلاسيك الا كان الحيوانات المنويه مزيانين او غير ناقصين شويه او تيتم التخصيب بالمجهري هو ليكسي اللي خلى اليوم ان من هاد 25 سنه الاخيره عطل واحد الرجل لم الحدود كبار بزاف ولو تيكون مشكل عنده ديال الضعف في الانجاب انه يقدر ينجب وهاد العمليه ديال الاكسي بدات في 94 وتطورات من هذه تقريبا واحد 24 هي التشتيش لا هو التخصيب الاكسي مجاري مجاري الاكسي اما هذاك التفشتيش تطور في هاد السنين الاخيره ملي دخلنا الميكروسكوب المجاري في العمليه الطبيب ديال اليورولوج تيقلب على تيحل الخصيه وتيعرف بلاصه بالضبط بالميكروسكوب فين كيكونوا الحيوانات المنويه وتمشي يقلب عليهم تيخرجهم دونك سي موان اغريسيف بالنسبه للتستيكول يعني ماشي تيبقاو
اللي يقطعوا في التيوب سيمينيفير لي دو فاسون افيغل وتما تيداروا في واحد الحاضنات اصطناعيه تيتسماو دي زيتوف حتى هاد لي زيتوف الجوده ديالهم كتختلف من مركز لاخر وحتى بالنسبه للاثمنه راه كاينه من 5 مليون حتى ل 90 100 مليون حاضنه اللي كتستقبل هاد الاجنه اولا خاصها تكون في واحد الظروف جيده بزاف بزاف باش كتخلي ان الجنين كيتخصب والجوده ديالو تتكون مزيانه وتيبقى يكبر دون لي كونديسيون اوبتيمال بحال اللي كاين في الرحم ديال المراه. وحنا اليوم حبدنا علاش من بين الحالات اللي خلانا اننا زدنا الحظوظ ديال الحمل وهو من لي كونديسيون كولتور ولات عندنا مزيانه ولينا بجوج ديال الاجنه مثلا في النهار الثاني ولا الثالث الا كانوا مزيانين تنمشيو للنهار الخامس باش غنعطيو البلاستوسيس والبلاستوسيس خلانا اننا ربحنا اكثر من 15 حتى 20% في نسبه الحظوظ ماشي ساهله. انا ملي كنهضروا على 30 او ولا 35 45 50% راه بين سي تادير ان كوبل سور 3 ولا ان كوبل سور 2 راه ماشي ساهله يا اون ديفيرونس امبورطون. باش حنا ملي كنقولوا 45 حتى 50% كاين الاشهر اللي كانوا عندنا 47% كاين الشهر مثلا شهر 11 وصلنا ل 50% ديال النسبه ديال النجاح. بيان سور هذه النسبه هي عامه من 18 سنه حتى ل 43 سنه وهاد الحدود تيختلفوا المراه الصغيره عندها الحدود تتكون اوفر من المراه اللي وصلت ل 40 سنه ولا 41 سنه هذا الشيء راه معروف. ودونك تاخذ من بعد واحد القويلبات تتبداو في الليل ديال السحب البويضات وتتبقى باتصال مع المركز ومع الاحيائيين يعني الاحيائيين هما اللي تيراقبوا الاجنه بيان سور بالتفاهم مع الطاقم الطبي وعلى الحاله الطبيه ديال الزوجان ديال الزوجين ايتترا وتن نقرروا واش غنديروا التغسيل الزرع مثلا من النهار الثاني ولا الثالث او لا النهار الخامس مع العلم ان احنا اليوم اكثر من 85% ديال لي ترانسفير تنديروهم النهار الخامس. الحاجات اللي خلاتنا اننا انت وهادشي معروف بالترانسفير ديال البلاستوسيست الا كانت الجوده ديالو مزيانه راه كتقدر توصل نسبه الحدود حتى 60%. ان شاء الله نتمنوا لكم ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله نتوما ناس طيبين وتستاهلوا كل خير ان شاء الله وربي كبير الواحد خصو يصبر انا هادشي راه سي غيان فوالا. دونك نتمنى كل الحظ ان شاء الله لكل الازواج اللي كيعانيو من هذا المشكل ولا الهام ديالها ان شاء الله ونتمنى ان شاء الله توصلوا لهم اخبار ساره ان شاء الله وكل شيء بيد الله بيد الله. ما كان غنعاود ما كنتش نتسدوا معاه قلت له ما كنتش نعاود عاوتاني ان شاء الله يكون من الاول ان شاء الله ونتمنى ان شاء الله ان تفرحوا الناس وتفرحوهم بالبيبي ديالكم ان شاء الله. شي بنيه انا باغا بنيه شي بنيه تولي هي جاب الله تسير ان شاء الله واللي تفرحوا به ان شاء الله ويسعدكم كل حاجه. شكرا دكتور شكرا على الوقت ديالك شكرا بزاف شكرا.